منهم حاجه سيبوه. تعالوا نروح بقى الموضوع تاني وهو موضوع مخيف مخيف. فيديو لمجموعه من اخواننا الذين يعملون بمنطقه سقاره بيظهر طريقه مخيفه مرعبه للتعامل مع القطع الاثريه. يعني انا احب حتى ان احنا نطلع الصوت كمان. هات لي مش عارف واحد ايه كذا، مفيش صوت؟ لا ده مهم الصوت ده جدا. بتتحط القطع على الترابيزه اللي حضراتكم شايفينها، وبعدين هات لي مش عارف واحد مش عارف اقل اسم حاجه، يعني اسم حد من الملوك او الكهنه او المهندسين، يعني المهم يعني ان هو صاحب التمثال. هات لي واحد كذا من عندك، يعني هات لي واحد شاي ميزه ولا ايه؟ ماشي، سيبك من المصطلح ومن الطريقه. فيجي قفص في قطع اثريه، قفص في قطع اثريه، ما فهمتش انا بصراحه الكلام ده بقى خالص. والحاجات بتترج وبتخبط في بعضها، وبعدين بتترص على الترابيزه، وبعدين اشوف تابوت ملقى كده على جنب وكانه ايه يعني خشبه الحانوتي، فابص قفص بلاستيك عادي جدا، وبنرمي الحاجه كده نحطها على الترابيزه وبعدين نبقى نستفها ان شاء الله. فانا ما فهمتش بصراحه هذا الفيديو على الاطلاق، لدرجه ان انا ظنيت انه ده هزار. قلت ده اكيد الكاميرا الخفيه. انا والله ما بهزر. وبعدين بدات افكر، لا ما لا كاميرا خفيه ايه؟ لا ده مش الكاميرا الخفيه، ده يعني لا مش صحيح، دي ممكن تبقى حاجات ريبليكا. الله لا دي مش ريبليكا. وزاره السياحه والاثار طلعوا بيان حول هذا الفيديو، قال لك فيه ايه بقى؟ قال لك ردا على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام بعض الاثاريين بمنطقه اثار سقاره بعرض مجموعه من تماثيل الاوشابتي على طاوله بطريقه غير لائقه بما يضر بالاثر، فإنه المجلس الأعلى للآثار بيؤكد على إن ما تم تداوله عار تماما من الصحة. حلو. وإن من مسؤوليات وواجبات كل أثري الحفاظ على آثار وتراث مصر ولا يمكن الإضرار بها، حيث أن كل قطعة أثرية يتم اكتشافها أو عرضها هي جزء أصيل من تاريخ مصر، صح، وهويتها وحضارتها العريقة، مظبوط، التي ليس لها مثيل في العالم. حلو. وأن هذا الفيديو المتداول يعود لعام 2020 خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، ما أنا مش فاهم برضو. وكانت جميع المناطق الأثرية مغلقة أمام حركة الزيارة في إطار سياسة الإغلاق المتبعة، ومحدش قال إن دي زيارة، دي بعثة أثرية، ده اللي احنا فهمناه من الفيديو يعني. وكانت حين ذاك تقوم البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار باستكمال أعمال حفائرها بمنطقة البوباستيون بسقارة. طيب صح، يعني كان في بعثة أثرية اهو، وذلك إيمانا بدور المجلس في الحفاظ على تراث مصر. جميل. واستغلال فترة إغلاق المواقع الأثرية أمام حركة الزيارة لإجراء أعمال الحفائر والترميم والدراسات اللازمة. بيكملوا بيقولوا وقام أثري البعثة بعرض هذه التماثيل على طاولة بصفة مؤقتة لإجراء أعمال التنظيف المبدئي قبل نقلها لمعامل الترميم. ايوه يعني انتوا يا جماعه تعالوا نسمع الفيديو، ما هو البيان ده لخبطني زياده بصراحه. تعالوا نسمع الفيديو يا جماعه. زنة زنة، ما انت عندك كتير يا محمد، ما تزن. شوف هي عايزه الاول. لا لا زنة بس، انت كتير زنة كده وزنة كده. انت عارف زنة بس ما تلاقيش، بس شوفها. طب يلا بس حط كل اللي عندك، مفيش دعوه، حط كل اللي طلع. اه يا حبيبي حط كل اللي طلع، هننفقه في الاخر، هننفقه في الاخر، بس حط. هو كده كده نفخ نفس شويه كده بقى. ها هات الفاضي يا هاني، هات سافر يا رجاله، سافر سافر. ماشي يا اهو اهو. ها ده بعد الفاضي، هات هنا غلقان، افرد هنا غلقان اهو. لا كمان واحد تحت ايدك كده، تحت ايدك لما يبص. يا واحد يا عم، واحد هناك عند الراس على الارضيه اللي فوق دي، تحت رجلك انت عمنا، تحت رجلك يا هادي. لا يا حسني خلاص، ارفع بقى، مش عايزين اخر. هات لي الاخير اللي ورا، اللي ورا الغرب، الغرب. هات لي عماش، هات عماش، هات عماش بالراحه، بالراحه بالراحه، بلاش ايدك تبان، بلاش ايدك تبان يا اسامه، انت راجل فني يعني قد الدنيا. لا هاتوا علي، هاتوا علي، هاتوا علي، هاتوا علي.
كده فين؟ هات انت الجنب وشاهد كده شويه. خش ان شاء الله.